سهرة جميلة مرسومة في الدنيا، بنشم ريحتها على أيامنا في الدنيا. الفن زهرة جميلة مرسومة في الدنيا، بنشم ريحتها على أيامنا في الدنيا. ويا ما بيجرى وبنشوف من الدنيا. غريبة في طبعها وليها أحوال، عايزة اللي يكون عاقل وطويل البال ويتحمل ويصبر على أي حال. ده الدنيا أحوال ودي أحوال الدنيا. أنا قابلت غلبان في عز البرد دفيته، خدته معايا في قلب البيت دفيته، واديله ايديا وهو بردان دفيته. كان كل امل انه يبقى سليم يسندني، وقلت بكره هيفتكر لي معروف. ساعه ما شفته جمد قلت يا رب يسندني. انا رحت قبله عمل كانه معروف، انا رحت قبله عمل كانه ما يعرفني. كان نفسي زي ما شلته زمان يسندني، لكن اللي شفت لقيته ناسي معروف. انا قلت اروح له في عز الساعه والبرد، في وسط قعده وناس موجوده في البرد. ساعه ما شافني دبل شكله ويا البرد، وقال انا خدته من البرد جوه البيت دفيته. وعشرتك للعندال في الزمان ده نصيب، ولو قابلت ولاد الحلال لواد ده نصيب. ولاد الحلال في طريق الخير تلقاهم، وفي ايام الفرح وفي اي وقت تلقاهم، حتى في الحزن والضيق جنبيك تلقاهم. وولاد الحرام في سكتك تلقاهم ده نصيب. مصلها عندك تملي يكون عايزك، ويجري وراك في كل طريق عشان عايزك، وكل ساعة يسأل عليك في البيت عشان عايزك. ولو انت ليك حاجة عمره ما يجيلك، ويشوفك في الضيق ولا يسأل ولا يجيلك. ده لو ليه جنيه عندك هو اللي هيجيلك ويقول لك سلامتك، شد حيلك عشان عايزك.